قادة مصر والولايات المتحدة وقطر يدعون إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة يوم 15 من أغسطس في الدوحة أو القاهرة. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية هجومية في مدينة خان يونس بقطاع غزة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن ضرب أهداف للحوثيين في اليمن. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة. أهلا بكم، معنا مذيع مترجم لغة الإشارة محمد عبد الله. تفاصيل النشرة بعد الفاصل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكدوا أن الوقت حان كي يتم بصورة فورية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين لوقف معاناة أسرهم. في بيان مشترك مساء الخميس دعا الزعماء الثلاثة إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في 15 من أغسطس في الدوحة أو القاهرة. وفي أول رد فعل على البيان الثلاثي وافقت إسرائيل على استئناف المحادثات حول هدنة في قطاع غزة في 15 من أغسطس بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن إسرائيل سترسل وفدا من المفاوضين إلى المكان الذي سيتم الاتفاق عليه للانتهاء من تفاصيل تنفيذ الاتفاق.
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية تضافر كافة الجهود الدولية للدفع قدما باتجاه التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال الهاتفي أهمية المسؤولية التي تقع الآن على عاتق المجتمع الدولي لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط ومعالجة جذور النزاع بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وتنفيذ حل الدولتين. كما بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا مستجدات جهود مصرية هادفة لإنهاء الحرب بقطاع غزة وتبادل المحتجزين. شدد الرئيس السيسي على أولوية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة والدفع بمسار سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجرى أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالنت. وناقش أوستن مع جالنت التحركات الأمريكية في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة. لافتا إلى أن الطائرات الأمريكية F-22 رابتور التي وصلت إلى الشرق الأوسط تمثل واحدة من بين العديد من الجهود للدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة. أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية هجومية في مدينة خان يونس بقطاع غزة. كما استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم في غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة. واستهدفت مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا إلى جانب مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع. كانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت أن حصيلة عدوان إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بلغت 39,699 شهيدا على الأقل، أغلبهم أطفال ونساء. أربعون شهيدا على الأقل وعشرات المصابين حصيلة يوم عدوان واحد من قبل قوات الاحتلال على غزة. جيش الاحتلال بات يمعن في استهداف المنشآت المدنية والمدارس على وجه الخصوص، إذ قصف الخميس مدرستين شرقية مدينة غزة. مسافون فلسطينيون أكدوا أن القوات الإسرائيلية تكثفت ضرباتها في أنحاء قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 40 فلسطينيا مع استمرار المعارك مع مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بينما تستعد إسرائيل لاحتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة. المسيفون أوضحوا أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة منازل في مخيم البريج بوسط غزة، مما أسفر عن مقتل 15 على الأقل، وقصفت مخيم النصيرات القريب ليسقط 4 شهداء آخرين. مخيم النصيرات والبريج من بين المخيمات الثمانية القديمة في غزة ذات الكثافة السكانية العالية، وتعتبرها إسرائيل معاقل لمقاتلي حماس. كما قصفت مقاتلة إسرائيلية منزلا في قلب مدينة غزة في شمال القطاع، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين، بينما أسفرت غارة جوية أخرى في مدينة خان يونس بجنوب القطاع عن استشهاد شخص وإصابة آخرين. وفي وقت لاحق أعلن الدفاع المدني الفلسطيني استشهاد نحو 20 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية استهدفت مدرستين شرقية مدينة غزة. القصف الإسرائيلي استهدف مدرستي عبد الفتاح حمود والزهراء في مدينة غزة بشمال القطاع. وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن الاحتلال عمد إلى قصف المدرستين ليسقط ما يزيد عن 18 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 40 شخصا في عداد المفقودين و60 مصابا. وكعادته أصدر جيش الاحتلال بيانا زعم فيه أن المدرستين كانتا تضمان مراكز لقيادة حماس دون أن يورد دليلا على مزاعمه.
العدوان الإسرائيلي لا يمر دون رد من قبل أجنحة المقاومة الفلسطينية، كتائب القسام وسرايا القدس الجناحان المسلحان للحركتي حماس والجهاد الإسلامي، يستهدفان القوات الإسرائيلية العاملة في أنحاء غزة بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون، مما يوقع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال. وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال في غزة إلى 39,699 فلسطينياً على الأقل، علاوة على إصابة أكثر من 91,700 آخرين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت خلال 24 ساعة الماضية في تدمير صاروخين مضادين للسفن تابعين للحوثيين المدعومين من إيران ومحطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وفقا للبيان الذي نشرته القيادة، فإنها نجحت بالإضافة إلى ذلك في تدمير زورق مسير تابع للحوثيين في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة شكلت تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وأكد البيان أن هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين لا يزال يمثل تهديدا للاستقرار والأمن الإقليميين. في السياق المتصل، ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن سفينة تجارية أصيبت بطائرة مسيرة على بعد نحو 58 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن، وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. أعلن حزب الله استهداف مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان. في المقابل أصيب عدة مدنيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في قرية حناوية قرب مدينة سور جنوب لبنان. وسط مساع إقليمية ودولية لمحاولة نزع فتيل تفجير محتمل بالمنطقة بعد عدة رسائل من إيران وحزب الله والحوثيين تؤكد تجهيزهم لرد قاس على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر وقصف مدينة الحديدة، كان آخر تلك الرسائل خطاب الأمين العام لحزب الله الأخير وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين. أضحى العالم مترقبا لتوقيت الرد وحجمه وردود الفعل الإسرائيلية المترتبة عليه وما يعنيه من مسارات تصعيدية يصعب كبح جماحها ستسيطر على لبنان والمنطقة، وإن كان الخطاب قد حمل تلميحات بأن قيادة الحزب تستبعد الحرب المفتوحة أو الشاملة. بالمقابل عززت واشنطن وجودها العسكرية في المنطقة للدفاع عن حليفتها إسرائيل بعد توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران ومقتل القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بضربة إسرائيلية قرب بيروت. في الوقت نفسه يواصل جيش الاحتلال التصعيد والقصف على عدة بلدات، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة استهدفت بلدات حولة وكفر كلا ووادي العزية، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدتي عيت الشعب ورميش متزامنة مع تهديد من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولين آخرين بدفع لبنان أثمانا باهظة للغاية وأنهم لا يتخيلون ما يمكن أن يحدث واعتقاده بأنهم إذا التقطوا صورة لغزة فسوف يفهمون، ولكن المنطق لا يتكلم دائما. من جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع سماقة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف منصات القبة الحديدية ومرابط مدفعية الاحتلال وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي المحتل بصواريخ الكاتيوشا، وكذلك استهداف ثكنة برانيت بصواريخ بركان مما أدى لتدمير جزء منها واشتعال نيران فيها. إلا أن الأثار المدمرة للصراع بين حزب الله وإسرائيل تمتد إلى ما قبل الحرب الحالية بين الطرفين، والتي نشبت مع بداية الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. هذه الحرب تسببت في تدمير آلاف المنازل في لبنان بسبب الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية التي فاقت من حيث العدد تلك الهجمات التي نفذها حزب الله ضد إسرائيل.
أصيب 4 عسكريين سوريين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف مساء أمس نقاطا في المنطقة الوسطى في سوريا. وذكر مصدر عسكري سوري إن الطيران الإسرائيلي شن عدوانا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى. وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن مصر ستظل دائما داعمة لأشقائها الأفارقة في كافة المحافل الإقليمية والدولية. أعرب عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الإقليمي في بوركينا فاسو كرامكو جان ماري تراواوري، أعرب عن حرص مصر على الانخراط في تعزيز بنية السلم والأمن في أفريقيا. كما بحث الوزيران أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كذلك المستجدات في منطقة الساحل والصحراء والتحديات الأمنية المتزايدة وتأثيرها على دول غرب أفريقيا وكيفية التعامل مع هذه التهديدات. تعهد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بانتقال سلمي للسلطة مبديا أمله بأن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية نزيهة. يأتي ذلك بعد تشكيك الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن بإقرار المرشح الجمهوري بخسارته في حال حصولها. بالطبع سيحدث انتقال سلمي للسلطة، وقد كان هناك انتقال سلمي للمرة السابقة وسيحدث انتقال سلمي. أنا فقط أريد أن نشهد انتخابات نزيهة، هذا كل ما في الأمر. لا طالما تميزت التجمعات الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحضور أعداد كبيرة من مناصريه مقارنة بالحشود الأصغر حجما التي اجتذبها الرئيس جو بايدن قبل انسحابه من الانتخابات. غير أن ترشيح نائبة الرئيس كاميلا هاريس للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي خلق نوعا جديدا من المنافسة أمام المرشح الجمهوري في ظل حضور آلاف الأشخاص التجمعات التي تشارك فيها. فمنذ أيام قليلة احتشد حوالي 14,000 ناخب متحمس في ساحة فيلادلفيا لحضور تجمع انتخابي لهاريس. كذلك الأمر في اليوم التالي عندما امتدت طوابير من آلاف الأشخاص في مدينة أوكلير في ويسكونسن للمشاركة في تجمع انتخابي آخر لكاميلا هاريس. كان مشهد حضور هذا العدد الكبير من الأمريكيين لحدث سياسي ديمقراطي أكثر شيوعا خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما كسر مرشح شاب يتمتع بكاريزما عالية الحواجز ليصبح رئيسا. ولكن خلال الأعوام الاثني عشر التي تلت أوباما بات هذا الأمر نادرا للغاية لدى الحزب الديمقراطي. وقد ساعد ذلك ترامب على أن يركز على مسألة التفاوت في أرقام الحشود خلال حملاته الانتخابية، بناء على إدراكه للعبة الأرقام وإصراره على أن الحشود الكبيرة ترتبط بالدعم الواسع. ولكن الأفضلية لترامب في هذا المجال تبخرت قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية في ظل ضخ هاريس وويلز دفعة من الزخم عبر قاعدة الحزب الديمقراطي، حيث انعكس ذلك في أعداد الحاضرين التي تجاوزت التوقعات مقارنة بالحشود الأصغر حجما والأكثر هدوءا التي شاركت في التجمعات الانتخابية للرئيس جو بايدن قبل انسحابه أو قبل 4 سنوات عندما فاز خلال جائحة كوفيد التي لم يتم خلالها تنظيم تجمعات كبيرة.
قال باحثون في شركة مايكروسوفت إن قراصنة مرتبطين بالحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حساب مسؤول كبير في حملة رئاسية أمريكية في يونيو، وذلك بعد أسابيع من اختراق حساب مسؤول أمريكي على مستوى إحدى المقاطعات. وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن قدراتها الإلكترونية دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها، وإنها لا تخطط لشن هجمات إلكترونية. وأضافت البعثة ردا على الاتهامات الواردة في تقرير مايكروسوفت للانتخابات الرئاسية الأمريكية شأن داخلي لا تتدخل فيه إيران. وقع هجوم ضخم بطائرات من دون طيار الليلة الماضية في منطقة ليبتسك الروسية التي لا تحد أوكرانيا، ما ألحق أضرارا بمحطة كهربائية وأدى لاشتعال النيران في قاعدة جوية عسكرية. ولا يزال القتال محتدما بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة كورسك بجنوب غرب روسيا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وكان معنا مذيع مترجم لغة الإشارة محمد عبد الله. إلى اللقاء.